في تعليق غالبا بيعملوه المسيحيين الاسميين وغير المؤمنين لما بيجوا على دفن او على جناز صلاة لمؤمن بهالكنيسة. تعليق يلي غالبا بينعمل: نحن ما رحنا ابدا على جنازة مثل هيدي من قبل. واذا انا سمعت هالامر كتير عبر سنين سمعته ميات المرات، بينما هن غالبا ما بيعرفوا وما بيسألوا حتى او بيفهموا ليه وشو السبب ليكون في وقت تشجيع ووقت العباد الرائع والاحتفال. نحن منعرف السر وهو موجود بالآية 13 من الإصحاح 4 من 1 تسالونيكي. افتح علي معي، نحن عم نكمل سلسلة العظات هيدي. الآية 13 بتقول: لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. نقدر نقول هالآية مع بعض: لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. الكتاب المقدس ما بيقول انه نحن ما بنحزن، بولس ما بيقول انه نحن ما بنحزن على احبائنا لما هن يروحوا على المجد، انه نحن ما بنزرف الدموع على خسارتنا، او انه ما بنشعر بالاسف العميق بقلبنا، او انه نحن ما بنشعر بالفراغ يلي بجيبه رحيلهم. لا، هو قال انه نحن ما بنحزن مثل يلي ما عندهم رجاء. حزننا كتير مختلف. حزننا هو انه نقول الى اللقاء لحدا رح نرجع نلتقي فيه، ونحن رح نلتقي فيه ما تغلط بهالموضوع على الاكيد. انا كنت عبقول بخلال سلسلة هالعظات من 1 تسالونيكي السبب لين كتبت هالرسالة بداية هو انه المؤمنين التسالونيكيين بهالمدينة كانوا مضطربين بالعمق. هن كانوا مرتبكين حول كل هالمسألة عن مجيء المسيح الثاني لياخد المؤمنين على السماء. مشكلتهم وارتباكهم خلقوا قلق عميق، مش فقط عن المجيء بالمستقبل، لكن عن مستقبل احبائهم بالمسيح يلي بيموتوا. هن كانوا فعلا قلقانين، شو صار معهم؟ هيدي كانت الأسئلة يلي انسألت للرسول بولس يلي هو عم بيجاوب عليهم بهالرسالة. شو صار معهم؟ هن وين هلأ؟ هل رح نشوفهم من جديد؟ والرسول بولس مثل ما كنت عم بقلكن سابقا هو ما بيروح مباشرة وبيجاوب على أسئلتهم، هو بيستخدم 3.5 إصحاحات عم بيقول اشياء تانية قبل ما يوصل للإجابة عن سؤالهم. هو أولا بيبتدي بأنه يفرجيهم كيف يعيشوا هالحياة على ضوء هاليوم العظيم؟ كيف يعيشوا بطهارة جنسية، بطهارة أخلاقية؟ كيف يعيشوا بأمانة؟ كيف يكونوا خدام؟ وهو بيكمل وبيكمل مثل ما نحن كنا عم نقول، عم بيقول للمؤمنين إنه هن لازم يعيشوا كل لحظة من كل يوم بهالحياة على ضوء هاليوم العظيم. ومن بعد أخيرا هو بيوصل ليجاوب على سؤالهم، ابتداء من الآية 13 من الإصحاح 4 من 1 تسالونيكي. شايف بولس بيبتدي بأنه يفرجي فهم عميق وتعاطف مع حزنهم العميق على خسارة أحبائهم. بولس ما بيوبخهم على صدمتهم العاطفية العميقة تجاه الموت. هو ما بيعمل هيك، بالواقع هو ما بيقلل من واقع انه لما نحن نخسر شخص منحبه نحن منخسر جزء من زواتنا. هو ما بيقلل من الألم يلي بيجي من الحاجة لتعديل جذري بحياة الشخص من بعد خسارة شخص عزيز. هو ما بيقلل من المعاناة يلي بترافق هالأسئلة يلي هن عم بيسألوا إياها. والحقيقة هي كل مرة مؤمن بيروح على السماء هيدا لازم يكون تذكير لكل واحد منا بطبيعتنا الفانية. هو لازم يكون تذكير، هو لازم يساعدنا لنضاعف هالإحساس بالأمان الزائف إنه نحن باقيين هون للأبد، إنه رح نكون موجودين للأبد، إنه ما رح نموت أبداً، هالأمر ما رح يصير معنا. لكن بالإضافة لكل هالقلق، البعض من تسالونيكيين بالواقع فكروا إنه مجيء المسيح لازم يكون صار قريب كتير، وإذا هن تركوا أشغالهم وصاروا عاطلين عن العمل. هن قالوا طيب إذا هو رح يرجع بلا ما نقوم الصبح ونروح على الشغل. وفوق هيدا كله البعض منهم فكروا انه الباروجيا، هيدا هي الكلمة اليونانية لمجيء المسيح، انه الباروجيا صارت، هي حصلت وهن غابوا عنا. لكن لهالسبب بالآية 13
بولس بيبتدي بأنه يقول ثم لا أريد أن تجهلوا، ما بدي إياكم تكونوا جاهلين. أنا بعرف أنه هيدي كلمة غير صحيحة سياسياً، لكن خليني أقول لك شيء، الجهل منه نعمة. أنا بعرف أنه نحن منمزح عن الجهل، لكن الجهل منه نعمة، بعيد عن هالأمر. الجهل بيجيب معه عوائب كارثية، نحن عم نشوف هالأمر حولنا. الجهل بيجيب الارتباك، لكن المعرفة المستنيرة بتجيب نعمة. بالواقع المعرفة المستنيرة هي المفتاح لكتير نعم بالحياة. خليني أعطيك أمثلة. المعرفة عن الله وشخصية الله مثل ما بتاخدها من كلمة الله بتخليك أقرب منه، أنت بتعرفه أكثر. إذا لما حدا بيكون ضايع وعم بيقلك أنه الله عمل هيدا أو الله ما بيعمل هالأمر، وأنت بتقول لا أنا بعرف الله. المعرفة المستنيرة عن هويتنا بالمسيح ومين نحن بالمسيح بتجيب معها تقدير للذات حقيقي وصحي، مش تقدير زائف. المعرفة عن مصيرنا الأبدي بتخلينا نعيش بسلام حتى لما نحن نكون عم نواجه مصاعب ومشاكل بالحياة. ويلي الرسول بولس عم بيقوله، هو عم بيقول انه نحن ما لازم نحزن، لأنه الجهل بيقدر يخلينا نحزن، لكن المعرفة المستنيرة ما بتحزن مثلهم هن. إذا نحن ما بنحزن مثلهم، لكن بالأحرى حزننا منه حزن يائس. وهيدا يلي بتعمله المعرفة، هي بتعطينا هالقدرة لنحزن مش مثل اليائسين. وهيدا هي موتة المؤمن، هو بسميها رقاد. هيدا هي استعارة ليقول انه الموت للمؤمن هو مثل النوم. الكتاب المقدس بيعلم بوضوح انه باللحظة يلي المؤمن بيغادر فيها من هون بيروح على السما. المثل رقم 1-2 كورنثوس الإصحاح 5 الآية 8، نتغرب عن الجسد ونستوطن وين؟ عند الرب. فيليبي 1-23 بولس عبر عن رغبة ليغادر ويكون مع المسيح. ليه؟ لأنه هالأمر أفضل بكتير. إذا روحه بتروح على النوم، كيف ممكن أنه يكون هالشي أفضل؟ هو أفضل إذا بيبقى عايش بشركة مع الرب من خلال الروح القدس يلي بيسكن فينا. لوقا 23-43 يسوع وعد الرجل التائب على الصليب يلي حده، قال إنك اليوم تكون معي في الفردوس، ومش لما روحك تقوم من النوم. بمتى 17-3 نحن منشوف إنه موسى وإيليا كانوا على جبل التجلي لدرجة إنه بطرس والتلميذين التانيين عرفون. هن ما كانوا أشباح، هن ما كانوا أرواح طائفة، هن كانوا بأجسادهم الممجدة، ولا كيف كان ممكن أن يتعرف عليهم؟ برؤيا الإصحاح 6 الآية 9 الرسول يوحنا بيقلنا أنه الشهداء عم بيتكلموا بالسماء. فوق كل شيء بلوقا 16-19 الرب يسوع المسيح نفسه علمنا أنه المخلصين رح يكونوا مباشرة بمحضر الرب، بينما يلي غير مخلصين بيروحوا مباشرة على حالة من المعاناة والعذاب والألم الواعي مباشرة، مش بعد ما الروح تستيقظ. وهيدا هو يلي بولس عم بيحكي عنه، انه الموت لغير المخلصين هو بدون رجاء. ولهالسبب هو موت يائس وجنازات يائسة ودفن يائس بدون رجاء. نهايتهم هي عدم رجاء يائس ومخيف. نهايتهم ما رح يكون فيها مكان للهروب من مطرح ما هن، لكن يلي بالمسيح هن رح يختبروا الرجاء المبارك مباشرة، المكافأة المجيدة مباشرة، والفرح للأبدية مباشرة. شايف؟ هيدي هي الميتة المسيحية، ولهالسبب هي منا يائسة، هي منا بدون رجاء. وإذن شو بيقول الرسول بولس فعليا عن هالبروجة، هالمجيء الثاني للمسيح، هالانخطاف؟ طيب انت بتشوفها بالآيات 14 و15، شوفها بكتابك المقدس. هو بيقول لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام، فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه. فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب، إننا نحن
الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين. هالأمر بعيد عن الخوف من أنه يلي ماتوا رح يكونوا بوضع أسوأ، بعيد كتير. هن أصلاً رح يكونوا معه، هن رح يظهروا معه، هن رح يكونوا معه بهاللقاء العظيم بالسماء. لأنه أنا بدي أقول لك أنه يلي الرسول بولس عم بيقوله لكل واحد منا هو التالي، أنه نحن رجائنا بمجيء المسيح ليخدنا على البيت بالمجد، منه مبني على رمل التخمين الفلسفي المتحرك، منه مبني على أساطير دينية، منه مؤسس على خرافة بتخلي الناس يشعروا بشعور جيد عن الموت ويشعروا أنهم مرتاحين. لا 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 لا، الحقيقة هي أنه مجيء الرب مبني على ثلاث أساسات ما بتتزعزع، ثلاث أدلة تاريخية ما بتتزعزع: موت المسيح، قيامة المسيح، وتجلي المسيح. إذا أنت بتآمن أنه يسوع مات على الصليب وقام من جديد، حتى لو سمعني منيح بهالأمر، بفضل موته التكفيري على الصليب، بفضل موته نيابة عنا على الصليب، بحكم أنه هو دفع ثمن خطيتنا يلي كان لازم أنه نحن ندفعها، بفضل فدائنا على الصليب، نحن أصبحنا مقبولين من الله الآب ومرحب فينا بمحضره. هذا يلي عم بيقوله. هالأمر منه معقد، هالأمر منه معقد، لكن في شيء رح يباركك مثل ما هو بركني. لما بولس بشير لموت المؤمن شو بسميه؟ صح. لكن بعدها لما هو بشير لموت يسوع بسميه موت. تعرف ليه؟ تعرف شو بيعني هالأمر؟ بيعني انه يسوع اختبر غضب الموت الكامل بكل ابعاده لحتى نحن نرقد فقط. يسوع اختبر عقاب الخطية لحتى نحن نعيش بصلاح. انه يسوع اختبر الموت بالكامل لحتى نحن نختبر الرقود. يسوع اختبر الموت مع كل رعبه لحتى نحن نختبر الفرح بالموت. هو قام من الموت لحتى يأكد لنا على قيمتنا نحن، انه يسوع انتصر على القبر لحتى نحن يكون عنا انتصاره، انه يسوع ما كان ابدا متروك للقبر وهلأ نحن كمان ما رح نكون ابدا متروكين للقبر. اذا انت رح ترقد او رح تكون موجود لما المسيح يرجع يجي، ما في اي فرق. هيدي هي النقطة يلي بولس عم بيوضحها، ما بتشكل اي فرق. بهاليوم العظيم نحن كلنا رح نجتمع مع بعض، بهالحدث العظيم نحن كلنا رح نجتمع، بهالمناسبة المهمة، بهاليوم رح نكون موحدين مع بعض من دون احتمال انه نفترق ابدا. عن هاللحظة الرسول بولس قال بواحد كورنثوس 15:51-52، هو قال: هو ذا سر اقوله لكم، لا نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عدمي فساد ونحن سوف نتغير. جزء الأكثر إثارة الآيات 16 و17، كل ما بولس بيوصف يلي بيصير بهاليوم العظيم، لأن الرب نفسه سوف ينزل من السماء. عم بتحضر لأصرخ لأنه بعرف شو رح أقول. هو بيقول الرب نفسه، هو ما قال أنه هو رح يرسل مندوب عنه، أو هو رح يرسل ممثل عنه، أو هو رح يرسل نبي، أو هو رح يرسل ملاك. لا أبدا، الرب نفسه رح يظهر وكل عين رح تشوفه، كل يلي بيأمنوا أو ما بيأمنوا فيه رح يشوفوه. البعض رح يندب والبعض رح يفرح، تماما مثل الملاك قال للرسل بيوم صعود الرب العظيم من بعد قيامة الرب يسوع المسيح، لما أفواههم كانت مشدوقة هن وعم بيشوفوا محبوب يسوع عم بيصعد على السماء. هو قال لهم: ليه عم تتطلعوا للسماء؟ هيدا يسوع نفسه، مش يسوع تاني، مش شي مهدي،
مش مسيا، لكن يسوع نفسه الذي ارتفع عنكم الى السماء رح يرجع بنفس الطريقة. لكن هيدا منه كل شيء. هو بيقول انه رح يكون فيه هتاف، رح يكون فيه هتاف. خليني خبرك عن هالهتاف. هالكلمة الى مفهوم عسكري، هي الى نبرة عسكرية. وهالكلمة بيستخدمها القائد يلي عم يستدعي جنوده. هيدا هو بالفعل من وين هي مستعارة، هي من العالم العسكري، انه هالقائد رح يستدعي جنوده المخلصين وهن رح يجوا مباشرة ركض. ويلي هالشي بيعني إلنا هو التالي، اسمع بانتباه، كل واحد من جنود يسوع المخلصين رح يسمع هالهتاف، كل واحد من جنود المخلصين رح يستجيب لهالهتاف، كل واحد من جنود المخلصين رح يفرح بهالهتاف، كل واحد من جنود المخلصين رح يقفز من الفرح لما يسمع هالهتاف. وبعدها في صوت رئيس الملائكة والبوق يلي رح ينسمع، وهيدا رح ينسمع بكل العالم، ما رح يكون على CNN، هو رح يسمعه كل البشر يلي بيأمنوا بأستراليا وبآسيا وبأفريقيا وبأوروبا وبالأمريكيتين وبجزر الباسيفيك، من كل زاوية بالأرض فيها مؤمنين مخلصين للرب يسوع المسيح، هن رح يسمعوا صوت رئيس الملائكة، هن رح يسمعوا البوق لما البوق يهتف. وبالإنجيل البوق مستعمل دايما لعدة أسباب، لكن بهاليوم رح يكون لكل الأسباب السابقة. الأبواق كانت مستعملة بالعهد القديم ليجمعوا الناس، كانت مستعملة بوقت الأعياد، كانت مستعملة بوقت الاحتفالات. البوق كان يهتف لما هن كانوا عم يتحضروا ليعملوا إعلان كبير. البوق كان يهتف لما كان بدهم يوضحوا إنه صار الوقت، إجا الوقت لقلنا بهاليوم لنقول وداعاً لهالعالم السائط، لنقول وداعاً للتجربة والحزن، لنقول وداعاً للقلق والخوف والهم، لنقول وداعاً للدموع وللحزن وللسرطان. الوقت رح يجي يلي رح نقول فيه وداعاً لمدايقة إبليس للمؤمنين، وقت رح نقول وداعاً للخطية والخراب يلي سببته. البعض منكم يمكن قال لي كيف بيصير انه من جهة او بمحل بيقول انه رح يجوا مع يسوع، ومن تاني جهة بيقول انه الموتى رح يقوموا اولا. هل هيدا كلام مزدوج المعنى؟ شو بيعني هالامر؟ انا بعرف حتى انه في البعض من يلي حرقوا احبائهم هن حتى قلقانين اكتر بهالشي. شو بخصوص الحرق وكل هالاشياء؟ اسمع اسمع اسمع، هيدا هو الشيء المهم يلي لازم تفهمه عن هاليوم العظيم. اسمع بانتباه، نحن سبق وقلنا انه المؤمنين بيسوع هن موجودين اصلا بالسماء بجسد ممجد معه مبتهجين، صح؟ نحن سبق وقلنا انه هن هونيك معه، ومن جديد بيقول انه هن رح يجوا معه. اذا شو بيعني هالشيء؟ بالواقع الرسول بولس بواحد كورنثوس الاصحاح 15، اذا ما كنت بعد قريت روح على البيت وقريه، هو بيحكي عن المؤمنين لما يروحوا على السماء. هو بيقول انه هن منهم عريانين، بيعني انه هن منهم ارواح عم بتهيم بدون ما يكونوا لابسين الجسد الممجد، لكن هن بالواقع لابسين. هو بيقول انه هن اصلا عندهم جسدهم الممجد. ما بتقدر تروح على الفضاء بدون بدله، وانت ما رح تكون ابدا قادر انه تروح على السماء بدون جسد ممجد. فاذا اما بتحصل عليه بطريقك لفوق، او بتحصل عليه لما بترقد. اذا شو بيعني انه هن اجوا معه لكن من بعد قاموا من الموت؟ هيدي هي ابسط بكتير مما انت مفكر، هي فعلا هيك. هن رح يجوا معه بالجسد الممجد لانه هن اصلا معه. لكن لقلنا يلي بعدنا عايشين، او مين ما كان رح يضل عايش ان كان نحن او جيل اللاحق ما بيأثر، لكن يلي قالوا وداعا لأحبائهم ووضعون بالقبر أو أخذون على المحرقة أو شو ما كان، لو شو ما صار، لقلنا هن قاموا من الموت. شايف؟ نحن رح نشوفهم عايشين، وإذا هن رح يقوموا لأنه هن قاموا بالأول. هن أصلا موجودين بكنيسة يسوع المسيح بالسماء. شايف؟ هي هالقد بسيطة، هي أبسط بكتير مما أنت مفكر، الأمر منه كتير معقد. هن رح يجوا معه ولقلنا هن عايشين، هن قاموا من الموت، هن منن بقى بهالقبر، هن أصلا معه. وهيدا كل يلي هالأمر بيعني. النقطة يلي بولس كتير بتوق ليوضحها للتسالونيكيين هون ولقلنا هي التالية، هي ذهول هاللحظة العظيمة. ما تفقد أبدا الذهول بهاللحظة العظيمة.
ما تفقد ابدا اعلان هاللحظه العظيمه. لهالسبب بكمل وبقول لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. ما تفكر انه هو امر كئيب وما بتحكي عنه بالجماعه المهذبه، فقط بالجماعه المهذبه بتقدر تحكي عن هالموضوع. فهمت هالامر؟ هاللقاء مع يلي راحوا من قبل ويلي لحقون بعدين. لكن في شيء تاني ما بدي اياك تغفل عنه، امر كتير مهم. لما هو قال رح ننخطف كلنا معهم بالسحب بالهوى، هو ما بيعني فقط الفضاء، مين هو امير الهوى؟ افسس 2:2، ابليس وشياطينه امير الهوى. هيدا هو حقله، هو المكان يلي بيتحرك فيه بحرية، هو المكان يلي منه بيضلل وبيخدع، هو المكان يلي منه بيجرب، هو المكان يلي منه بيغش. هيدا هو ميدان إبليس، ولهالسبب نحن رح نلتقي ببعضنا البعض بالهوى، نحن رح ناخد ميدانه. ميدانه رح يكون ميداننا، مملكته رح تكون مملكتنا ومملكة إلهنا. هيدا هو اللقاء الأخير، لقاء كل اللقاءات. لذلك الآية 18، عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. يمكن يكون في شخص هون اليوم بعد ما اختبر فعلا فرح معرفة انه اذا بتموت اليوم او يسوع بيجي اليوم، انت رح تكون معه بهاللقاء العظيم. اسأل نفسك هالسؤال، اذا الانخطاف بيصير اليوم، هل انا رح كون بالهوى بمكان السلطة والقوة عم بملك وعم بحكم مع المسيح، أو هل أنا رح كون متروك لواجه الدينونة؟ ما ترتاح إلا لتجاوب عليه. يمكن في بعض الناس اللي بيقولوا طيب من زمان عملت إعلان للإيمان واهتميت بهالأمر. لا لا لا، هيدا منه هو الإيمان المسيحي. نحن كنا عم نشوف هالأمر بخلال العظات من 1 تسالونيكي، هي المسيرة مع المسيح، العيش للمسيح، خدمة المسيح، محبة ظهوره. هيدا هو السؤال. وإذا أنت بعد ما وصلت لهالنقطة، أنت بتقدر اليوم، أنت بتقدر تبتدي اليوم وتكمل المسيرة. لكن من بعدها للمؤمن يلي كتير محبط بحياته بالمرارة والكره والغضب والإحباط، في سبب ليه هو قال عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. أنا بقدر أقول لك بالتفكير وبتذكر هاليوم العظيم، ما بهم قدي عندي مشاكل عم واجههم، ما بهم قدي في صعوبات عم بواجهها، ما بهم قدي في هجومات ممكن أن يكون عم بتلقاها، ما بهم شو بيصير. أنا بفكر بهاليوم وكل مشاكلي بيصيروا صغار بالمقارنة معه. وهيدا هو يلي عم بيقوله هون. شكرا لمشاهدتكم هالبرنامج، يهديهم.